بس أدرس ماجستير في جامعة قطر حالياً، ورجعت لي قبل الأسبوع، وسمعت عن البازار اليوم من أصدقاء. ما عندنا فلوس يعني نتعلق يعني إنسان ويعني مسلمين، ولا يعني ثقافة عربية وتاريخ يعني عربية، وعندنا يعني كثير من الدول النمطية للأسف. وبالنسبة لي هذه المكان جميلة جدا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني سفر عمان تكمل المشوار. مشوار سميت الموسيقى ساكورا مع عود ويعني من اليابان، والناس يعني يستمتعون يعني كل شيء في هذه الحفلة، لأن اللي عندكم يعني قهوة عمانية وأشياء من عمان يعني تقاليد يعني أشياء تقليدية، وبعد عندكم يعني حنة، وهذا يعني ما عندنا في اليابان، وكل شيء يعني جديد في يعني لليابانيين. وإن شاء الله إن شاء الله يعني سفر عمان تكمل المشوى، تطور يعني علاقة بين اليابان وعمان في المستقبل، وإن شاء الله. ممتاز. جربت الحلوى العمانية؟ إي طبعاً. شو رأيك فيها؟ شكلها فيها الحلوى؟ يعني حلوى طبعاً، أنا مشهورة جداً الحلوى. وقهوة؟ إي قهوة، قهوة عاد يعني قهوة. صراحة بدون مجاملة؟ يعني في فرق قهوة. صح، عربية وعمانية. عربية عمانية وتركية حتى. صح. إي. ليش ما سويتي حنة؟ ما شوف ما في حنة، شوف يدك. يعني إن شاء الله. كل البنات سووا حنة إلا أنت. زحمة، نحن زحمة زحمة. آه عشان زحمة. تعبت يعني. زهير وإسماعيل، إن شاء الله يعني عندكم حياة جميلة. أشكرك. ويعني تعالوا إلى اليابان مرة ثانية إن شاء الله. إن شاء الله. الله يرحمك. الله يرحمك. ممتاز، يا هلا، شكرا. من قلتي لي اسمك؟ منامي. منامي، يا هلا وسهلا.